عليكم يا البنات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بونجور à toutes, بونجور à tous. Aujourd'hui mes amis, on va préparer une bûche. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. On va commencer par les ingrédients de la génoise. عندنا هوني 125 غرام متاع فارينة. عندنا 125 غرام متاع سكر. alors 125 غرام de farine, 125 غرام de sucre cristallisé, ماهوش سكر غلاس. عندنا واحدة ليفور شيميك, واحدة لافاني, وأربعة كعبات عظم, أربعة كعبات بيض. تبعوا معايا. voilà mes amis, là je m'hotto 4 œufs entiers, 4 حبات بيض كاملين, ونحط معاهم 125 غرام دو سكر. فوالا 125 غرام نتاع السكر. ونحطوا الباتور يدور او ماكسيموم, معناها فيتيس قوي. شوفوا مي زامي كيفاش ولات لي هاكا لين تبياض كيما راكم تشوفوا. اللي انت بياض باش تطفيو عليها, قلنا تعملوها رابيد مش بشويه يدور, يلزم كويك يبدا يدور 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 بالقوي, معناها فيتيز رابيد. باش نحطو سكر فاني, باش نحط هوني 125 غرام متاع الفارينة. فوالا نحط عليهم مغرفة متاع ليفيغ شيميك, نخلطهم. لهنا يا البنات اجوتي دو لا فارين تاميزي, معناها كما راكم تشوفوا نحط الفارينة هكا بشوية بشوية. فوالا بعد ما حطينا ميزامي لافارين ندوروها نخلطوها باردون بشوية. حطيت البابي كويسون متاعي في البلاتو, وتوا باش نحط الخليط متاعي يطيب على 170 درجة 170 دوغري او فور بوندون انتر 15 و 20 مينوت, حكيت ما بين 15 و 20 دقيقة. Là, j'ai mis 160 g de sucre cristallisé. Vous êtes naliram à peu près 50 g d'eau. Là, je vais mettre au feu moyen. Maintenant, on va passer à la préparation suivante. Elle est hier, 4 jaunes d'œufs. ونحط عليها عظمة كاملة ونحطوها تدور فيتيس قوي. وانا ميزامي باش نحط هاك العسل متاعي اللي كنت نطيب فيه, معناها السكر اللي كنت نطيب فيه, باش ننقص الفيتيس متاع الباتور ونصب بشوية بشوية, من بعد نحطو
vitesse rapide. هوني ميز امي خرجت الزبده نتاعي توا عندها ببخي حكايه ساعه خليتها سخنت 250 غرام شنقص الفيتيس كالعاده ونبدا نحط في البوغ نتاعي بشويه بشويه فوالا ميز امي maintenant باش نزيدو 2 cuillères à café, tu as extrait de vanille. Voilà, extrait de café. Un option hot vanille. On a un tour de joie. Dour, choya. Voilà, je fais mes amis qui fait charmel telha. Ou hier, c'est chouna par contre. تخرجوها من الفور وتحط نحيولها البابيي كويسون ومن بعد تدوروها وتخلوها لين تبرد. انا ديجا حطيتها من قبيله وخليتها بردت كما راكم تشوفوا هكا. فوالا مي زامي درك باش نشد لا كريم او بور باش نحطها بارتو من الفوق. Voilà mes amis, maintenant on prend une fourchette qui m'a là comme tu vois haka. Otamdoula. Je chute le reste de la crème au beurre. كل واحد كيفاش يحب يحط ديسان. انا باش نحط ديسان مش مستوي باش نعوج شويه باش تعطي شويه لوك. هذا وتحطوا لها كل واحد شي يحب. انا باش نحط البيبي دو شوكولا. فوالا مي زامي هاكا حضرت البيش نتاعنا كيما قاعدين تشوفوا. نسيت باش نقول لكم يا البنات ما تنساوش باش تحطوا لا كريم او بور قبل في الوسط لابات معناها تفرشوها هاك لا جينواز وتحطوا فوقها لا كريم او بور ومن بعد باش تروليوها. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.